فضيلة الشيخ، ما حكم قصر الصلاة للطلاب، طلاب مثلا الجامعات خلال مدة دراستهم؟ وهل ينطبق إذا كان لهم حق القصر على رخصة الفطر في رمضان أم لا؟ هذه مسألة مختلف فيها اختلافا طويلا عريضا، فقد اختلف فيها العلماء على أكثر من 20 قولا، وذلك لأنه ليس هناك نصوص واضحة صريحة في التحديد. وإذا لم يكن هناك نصوص واضحة صريحة في التحديد، فالأولى يبقى النصوص على عمومها، وأن الإنسان ما دام في السفر فهو مسافر، يترخص بجميع رخص السفر، حتى وإن أقام لغرض يعرف أنه ينتهي في المدة الفلانية، أو لغرض متى انتهى رجع ولا يدري متى ينتهي. فالصواب أن البابين حكمهما واحد، وأن من أقام لغرض متى انتهى رجع إلى بلده فإنه مسافر، سواء حدد المدة أم لم يحددها، إذ ليس هناك نص في أن تحديد المدة ينقطع به السفر. لكن أقول إن المقيمين للدراسة يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة إذا كانوا في بلاد إسلامية، ولا يحل لهم التخلف عنها باعتبار أنهم مسافرون، لأن المسافر لا تستطيع عنه الصلاة، صلاة الجماعة، ولا صلاة الجمعة أيضا ما دام في البلد الذي تقام فيه الجمعة. لكن لو فاتتهم الصلاة أو كانوا في مكان ليس حوله مساجد وصلوا، فلهم القصر على ما نرى أنه القول الصحيح، ومن قال إنه ليس لهم القصر فعليه الدليل، لأنهم ما زالوا مسافرين مغادرين إلى أهلهم، ضاربين في الأرض يبتغون من فضل الله. وأما صيام رمضان فنعم لهم أن يفطروا ويؤخروا إلى وقت يكون فيه النهار أقصر أو أبرد، لكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني في نفس منه شيء، لأنهم إذا فعلوا ذلك تراكمت عليهم الشهور، وربما عجزوا عن القضاء في المستقبل. فأرى أنه لا بد أن يصوموا رمضان قبل أن يأتي رمضان الثاني. نعم.